السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا قبل كده على سنجل ديجري اوف فريدم سيستم وازاي نكتب الايكويشن اوف موشن الخاصة بيه. هنتعلم النهاردة ان شاء الله ازاي نكتب الايكويشن اوف موشن الخاصة بالمالتي ديجري اوف فريدم سيستم. فلو هنرجع كده بسرعة للسنجل ديجري اوف فريدم سيستم، هو كان عبارة عن ابسط صورة ليه، كانت عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن مثلا سبرينج ماس سيستم زي ده، ماس ام واللي ستيفنسكي. فلما بتقول ان الحركه بتاعت السيستم ده في اتجاه اكس، هو ليه حركه واحده في اتجاه اكس، في حين ان احنا لو اضفنا للسيستم ده ستيفنس اخرى زي دي، ورحنا وبرده ماس تانية ام، فالسيستم ده بيتحول من سنجل ديجري اوف فريدم سيستم ل 2 ديجري اوف فريدم سيستم، لان هو بيبدا يتحرك باكس 1، وهنا هيتحرك السيستم ده ب x2. تمام. طيب لو اضفنا مثلا، لو اضفنا ماس تانية او سبرينج اخر كي وماس اخرى ام، فيبدأ يظهر للسيستم ده ايه؟ ديجري اوف فريدم تانية اسمها x3 وهكذا. طيب على حسب الديجري اوف فريدم بيبدأ يظهر عندنا ناتشورال فريكوينسيز. فعشان كده النهارده هنبدأ نعرف ازاي تقدر تجيب الايكويشن اوف موشن الخاصه بالمالتي ديجري اوف فريدم سيستم، اللي ممكن بعد كده تبدأ تشتغل عليها وتجيب منها الناتشرال فريكوينسيز، او تعرف تطلع الكاركترستكس بتاعت السيستم لمالتي ديجري اوف فريدم سيستم. تمام. فاحنا زي ما قلنا ان انت لو عندك ديجري اوف فريدم 3 ديجري اوف فريدم سيستم، يبقى عندنا في نفس الوقت هيكون عندك ناتشرال فريكوينسيز بتساوي عدد الايه، عدد ديجري اوف فريدم بتاعنا. فده لو عندنا سيستم زي ده ترانزيشنال سيستم. فلو عايزين نتكلم على روتيشنال سيستم مثلا، ابسط صوره برضو للروتيشنال سيستم هو لو عندي بندول. فالبندول ده بالظبط احنا عندنا البندول ده سنجل ديجري اوف فريدم سيستم، وبيتحرك بماس ام، وبيتحرك بالسيتا 1. طب لو انا فرضت ان انا عندي ماس تانية او عندي بندول تاني اضفته للسيستم ده، فده هيبقى 2 ديجري اوف فريدم سيستم دي سيتا تانية. تمام. وبيتحرك بالشكل اللي الموضح قصادكم ده، ماس 1 وماس 2. تمام. لو اضفنا بندول تاني وهكذا. طيب برضو عايزين عندنا جزء اخر اللي هو الجير سيستم. الجير سيستم هو بيبقى برضو بيبقى ده ينطوي تحت الروتيشنال سيستم. فلو عندي جير سيستم زي ده لي مومنت اوف انيرشيا جي، وهو موجود على شافت، والشافت دايما بيبقى عليه ايه؟ ليه ستيفنس ولي دامبر او دامبنج كوفيشنت. تمام. فلو هو بنفرض ان مثلا ليه ستيفنس كي ولي دامبنج كوفيشنت سي، ففي الحاله دي انت بتبدا تكتب الايكويشن اوف موشن. هنتعلم برضو ازاي نكتب الايكويشن اوف موشن بتاع الخاصه بسيستم زي ده لمالتي ديجري اوف فريدم سيستم. في الاخر بيظهر عندنا السيستم بتاعنا هو ام في اكس دبل دوت بلس سي اكس دوت بلس كي اكس بيساوي الاف اوف تي. تمام. بيظهر عندنا طبعا لما بتبقى مالتي ديجري اوف فريدم سيستم بتبقى دي في صوره ماتريسيز. فبيظهر عندك هنا ماتريك الماتريكس الخاصه بالاكس المضروبه في الاكس دبل دوت هي الام ماتريكس، والسي هي السي ماتريكس، والكي هي الاستيفنس ماتريكس. يبقى انا عندي هنا دي هتبقى بالنسبه لي هي الماس ماتريكس، وعندي دي هي الدامبنج ماتريكس، والكي هي الستيفنس ماتريكس. تمام. طبعا دي الفورس، الفورس طبعا بتبقى في صورة عمود، على حسب برضو لو عندي ديجري اوف فريدم اكتر فممكن تبقى في صورة ماتريكس على حسب نوع السيستم بتاعنا. تمام. طيب نبدأ بقى نشوف اكزامبل على الكلام ده. عندنا اول مسألة هنا بيقول لك درايف ذا ديفرنشال ايكويشن ريبريزنتنج ذا ماثيماتيكال موديل
of the following system and then write the differential equation in matrix form. فأول حاجة هنبدأ نعملها إن إحنا هنبدأ نرسم الـ free body diagram بتاع السيستم الخاص بالصورة دي. فأنا عندي هنا ماس M 1 وماس M 2. الخطوة اللي إحنا بنعملها دي هي الـ free body diagram. هو بيقول إن إحنا عندنا هنا الماس M هي بتتحرك في اتجاه X 1. فهينشأ وكمان في عندي فورس F1 اوف T، تمام؟ طيب هينشأ هنا بقى الحركة دي، طبعا عندي هنا سبرينج K1 وعندي هنا سبرينج K2، فهينشأ مقاومة للحركة. ففي الحالة في الناحية الناحية الشمال هيظهر عندي المقاومة K1 في الديسبيسمنت اللي بتحصل عليها. فالديسبيسمنت هي الفرق ما بين اكس 1 والحيطه، فنقول ايه ان هي مضروبه في اكس 1. طب في الحاله الثانيه، الناحيه الثانيه، يبقى عندي ايه؟ برضه مقاومه. طبعا احنا عندنا الاستيفنس او الدامبنج او الدامبر هو ايه؟ مقاومه للحركه، يعني اتجاه الحركه في اتجاه اليمين، يبقى هو هيبقى في اتجاه الايه؟ في اتجاه الشمال. هيبقى عندي هنا كي 2 في الاكس بتاعتها بقى. في الحاله دي الديسبيسمنت هي حاصله ما بين مين ومين؟ حاصله ما بين اكس 1 واكس 2. فهنشوف الريلاتيف ما بينهم، هيبقى كي 2 كي 1 في اكس 1 ماينس اكس 2. ده بالنسبه للجزء الاولاني. طب لما نيجي نتكلم على الجزء الثاني او الماس الثانيه، فانا عندي هنا اف اوف تي في الاتجاه ده اف 2 اوف تي، وعندي طبعا السيستم بتاعي بيتحرك في اتجاه اكس 2. هينشأ هنا مقاومة للحركة قيمتها ايه؟ قيمتها K2 في relative motion ما بين X1 و X2، فبنقول X2 minus X1. يبقى لما بنيجي نتكلم على mass 2 بنقول X2 minus X1، لما بنيجي نتكلم على mass 1 بنقول X1 minus X2. وطبعا الإشارات بتبقى عكس اتجاه الحركة. بعد ما عملنا الكلام ده بنبدأ نكتب الـ equation of motion بتاعت ده والـ equation of motion بتاعت الماس 1 والماس 2. يبقى نكتب الـ equation of motion، هتقول بقى طبعا بين apply ايه؟ second law of newton by applying second law of newton. يبقى انا عندي هنا summation forces، الفورسز بيساوي الام في الاكس دبل دوت. بالنسبه للماس الاولانيه فور ماس 1، بالنسبه للماس 1 هتقول ام 1 في الاكس 1 دبل دوت بتساوي مين بقى الفورسز اللي عندي؟ الفورس طبعا عكس اتجاه الحركه، فبتبقى بالماينس، ماينس K1 X1 ماينس K2 X1 ماينس X2. واخيرا بس كان فيش حاجه تاني. الايكويشن دي طبعا في عندي اف اوف تي زائد اف 1 اوف تي، ما ننساش ده. طيب الايكويشن دي عايزين نظبطها شويه، فهتقول ان احنا عندنا تجمع بقى الام في الاكس دبل دوت، او جمع لي التيرم بتاع المضروب في الاكس كله مع بعض، والاف اوف تي خليها في ترم واحده، يبقى انا عندي او في في في, في طرف وحده. يبقى انا عندي هنا ام اكس 1 دبل دوت ال K1 وال K2 مضروبين في X1، يبقى زائد K1 أو زائد X1 مضروبة في K1 بلس K2. وعندي ال F of T الناحية التانية لسه ناقص K2 في X2 بيساوي مين؟ F1 of T. طبعا X K1 K minus K2 في minus X2 بالبوزيتيف، هترجع الناحية التانية تبقى ايه؟ هتبقى نيجاتيف. وهسمي المعادلة الأولانية دي معادلة رقم واحد. طب بالنسبه للماس الثانيه، الماس الثانيه احنا ده كله كنا بنتكلم على ماس 1 فور ماس 2 دي ماس 2 بقى اهي، ادي الماس. هناخد السيستم ده عشان يبقى ايه جنبنا.
4 ماس 2. يبقى عندي ايه بقى؟ اكتب برضو الايكويشن اوف موشن طبقا للسكند لو اوف نيوتن، او سميشن ماس سميشن فورسز بيساوي ام 2 ام اكس دبل دوت. طبعا بنتكلم على ام 2 واكس 2. ففي الحاله دي جمع لي بقى السيستم ده، يبقى اول حاجه ام 2 اكس 2 دبل دوت بيساوي ماينس كي اكس 2 ماينس اكس 1 بلس اف 2 اوف تي. جمع يبقى عندي ام 2 اكس 2 دبل دوت زائد كي اكس 2 ناقص كي اكس 1 ايكوال اف 2 اوف تي. ويعتبر بالنسبه لي المعادله دي هي المعادله الثانيه. زي ما قلنا ان احنا عندنا بعد ما بنخرج الكلام ده في صوره الماتريكس فورم، فعندي هنا ايه؟ احنا قلنا ان انت عندك الايكويشن اوف موشن بتبقى الصوره بتاعتها ام اكس دبل دوت بلس سي اكس دوت بلس كي اكس ايكوال زيرو، او بتساوي الاف اوف تي. فانا برضو هيبقى عندي هنا الماس ماتريكس مضروبه في الاكس دبل دوت بلس سي ماتريكس مضروبه في الاكس دوت بلس كي ماتريكس مضروبه، او الستيفنس ماتريكس مضروبه في ايه؟ في الاكس. يبقى انا هبدا اكتب الايكويشن بتاعتي. طبعا انا عندي معادلتين، المعادلتين دول هيخرجوا لي الماتريكس هتبقى في 2 في 2. يبقى انا عندي هنا اول حاجه اول ماتريكس هتكون مضروبه في مين؟ مضروبه في الاكس دبل دوت. فانا هنا اقول اكس 1 دبل دوت وهنا اكس 2 دبل دوت زائد الدامبنج ماتريكس مش موجوده، مفيش دامبنج، لان مفيش دامبنج في السيستم بتاعنا هنا، مفيش دامبر موجود، فمفيش دامبنج، مفيش دامبنج ماتريكس تبقى موجوده. فهقول على طول ان الكي ماتريكس مضروبة في مين؟ في الاكس. وهيكون الكلام ده كله طبعا بيساوي الاف اوف تي. يبقى دي مضروبة في اكس 1 واكس 2. هنبدأ نتكلم عن اول معادلة. المعادلة الاولانية مين مضروب في الاكس دبل دوت؟ اهو المضروب في الاكس دبل دوت اللي هي ام 1. فهنبدأ نحط هنا اكس دبل دوت مضروبه في اي ام 1. طب اكس دبل اكس 2 دبل دوت، اكس 2 دبل دوت هنا مضروبه في مين؟ في المعادله الاولانيه مش مضروبه في حاجه، فهنيجي نحط هنا صفر. طيب اكس 1 نيجي بقى على المعادله الثانيه، اكس 1 مضروبه هنا في مين؟ في المعادله الاولانيه برضه اكس 1 مضروبه في مين؟ في كي 1 زائد كي 2. يبقى هنيجي هنا نضرب كي 1 بلس كي 2. طب اكس 2 بقى مضروبه في مين؟ اكس 2 في المعادله الاولانيه مضروبه في ماينس كي 2. يبقى نيجي هنا نحط ماينس كي 2. طيب اف اوف تي هل في تيرمينال فورس؟ اهو يبقى عندي هنا اف 1 اوف تي. طيب المعادله الثانيه بقى ام 1 اكس 1 دبل دوت هل مضروبه في حاجه؟ لا، يبقى هنا زيرو. اكس 2 دبل دوت مضروبه في حاجه؟ مضروبه في ام 2. طيب بالنسبه للاكس، اكس 1 مضروبه في ايه؟ ماينس كي. اكس 2 مضروبه في ايه؟ مضروبه في كي. طب المعادله اللي بعدها الترم اللي بعده الاف اوف تي هنا تبع اكس 2 اوف تي، يبقى هيبقى عندنا اف 2 اوف تي. تمام. طيب مين مين الماتريكس الاولانيه دي؟ دي بسميها الماس ماتريكس، دي اسمها ماس ماتريكس، ودي المضروبة في الاكس دي بسميها الستيفنس ماتريكس. تمام. طيب نخش على النوع التاني او اكزامبل اخر. عندي سيستم زي ده بيقول لك برضه درايفز ذا ديفرنشال ايكويشن ريبريزنتنج ذا ماثيماتيكال موديل اوف ذا فولوينج سيستم اند ذن رايز ذا ديفرنشال ايكويشن ان ماتريكس فورم. فعندي هنا ايه؟ عندي اول حاجه السيستم بتاعي هنكتب طبعا زي ما اتفقنا ان احنا بنرسم اول حاجه الفري بودي دايجرام.
عندي الماس الاولانيه اللي هي 4 كيلو جرام. طبعا ده هي المساله عباره عن ايه، عباره عن ماس مرتبطه بفريم خارجي، والفريم والتو ماسز او التو سيستم او التو التو كومبوننتس اللي هو دي بالنسبه لي هو الفريم ده، ده بيتحرك باكس 1 والسيستم ده يتحرك ب اكس 2. فاحنا هنبدأ نكتب بقى دلوقتي بتاع التو سيستمز دول. عندي اول ماس 4 كيلو جرام وبتتحرك ب اكس 2، فبالنسبة للماس دي ايه المرتبط بيها؟ المرتبط بيها هو التو ستيفنسيز اللي موجودين تحت دول. فيظهر عندي ايه هنا المقاومه للحركه، هيبقى يظهر عندي هنا فورس لفوق وفورس تانية لفوق عكس اتجاه الحركه. الفورس الاولانيه اللي هي ال 2000، ال 2000 الاولانيه مضروبه في مين؟ في الريلاتيف موشن ما بين اكس 1 واكس 2، تمام؟ فهنقول اكس 2 ماينس اكس 1، ونفس الكلام بالنسبه هي عند برضه 2000 في الريلاتيف موشن ما بين السيستم ده والسيستم ده، فيبقى عندي ايه؟ كأنك بتقول اكس 2 ماينس اكس 1. طب بالنسبة للماس التانية، طب بالنسبة للماس الأولانية اللي هي بتاعت الفريم، فالفريم عبارة عن ايه؟ ادي الفريم اهو، احنا بنرسم فيه دي بادي الدياجرام بتاعه. الفريم ليه ماس ايكوال 3 كيلو جرام وبيتحرك ب اكس 1. يبقى انا عندي هنا اكس 1 والماس بتاعته بتساوي 3 كيلو جرام. هينشا بقى نشوف الفورسز اللي عنده. اول حاجة احنا عندنا هنا طالما هو بيتحرك لتحت فينشا هنا فورس مضادة للحركة في اتجاه عكس اتجاه الاكس 1 في الاتجاه ده، وهنا برضو نفس الكلام هينشا فورس عكس اتجاه اكس 1. وخلي بالك برضو في عندك ستيفنس تاني، فهنا عندي فورس في فورس هتبقى في الاتجاه ده وفي فورس تانية هتبقى في الاتجاه ده، تمام؟ نكتب بقى الفورسز دي هي عبارة عن ايه. بالنسبة للفورس الأولانية اللي تحت هيبقى عندي 2000، ال 2000 دي مضروبة في مين؟ في الريلاتيف موشن ما بين اكس 1 واكس 2، فنقول اكس 1 ماينس اكس 2. طب وهنا هيبقى عندي 2000 برضو مضروبة في اكس 1 ماينس اكس 2. طب فوق هيبقى عندي 1000 مضروبة في مين؟ في الريلاتيف موشن ما بين اكس 1 والحيط فوق اللي هي السقف اللي فوق ده، فانا عندي هنا ايه دي فيكس طبعا في الاكس بتاعتها بزيرو، فيبقى وكأنك بتقول مضروبة في مين؟ دي اكس 1 بس، وهنا 1000 في اكس 1 بس. نبدا نكتب بقى الايكويشن اوف موشن بتاعت الماس الاولانيه والماس الثانيه. طبعا دي ماس 1 دي هنسميها ماس 2 ودي هتبقى بالنسبه لي ماس 1. نكتب بقى الايكويشن فور ماس 1، فور ماس 1 عندك هنا ايه؟ عندك زي ما قلنا بت apply second law of newton summation forces equal m x double dot. فبالنسبة للإكس للفورسز مفيش فورس، مفيش external force. هنشوف بقى الماس، عندي الماس equal 3 كيلو جرام مضروبة في x 1 double dot. الكلام ده هيساوي الفورسز اللي عندي. أول حاجة في عندك هنا 2000 وعندك 2000 ممكن تقول على طول إيه 4000 مضروبة فيه طبعا بالماينس 4000 في اكس 1 ماينس اكس 2، وعندي الفورس اللي فوق هتبقى ماينس 2000 مضروبة في اكس 1، تمام؟ جمع الحاجات كلها بقى جنب بعض، يبقى انا عندي هنا 3 اكس 1 دبل دوت بلس عندك هنا 4000 وعندك 2000 يبقى 6000 x1 ماينس 4000 x2،
وهسمي المعادلة كام على كام ده بيساوي صفر، والمعادلة دي رقم واحد. بالنسبة للمعادلة التانية اللي هي الماس التانية اللي هنا، هنقول 4 ماس 2 4 ماس 2. الماس التانية يبقى عندي ايه؟ ام 2 اللي هي بقى هتبقى 4 كيلو جرام. 4 كيلو جرام مضروبة في مين؟ في السيتا 2 دبل دوت، بتساوي مين بقى؟ ماينس 2000 وماينس 2000 تبقى ماينس 4000 في اكس 2 ماينس اكس 1. احنا قلنا سيتا ليه؟ اكس 2 دبل دوت. جمع لي بقى الاكس 2، الاكس 2 لوحدها، او جمع لي الاكس 2 والاكس 1، يبقى انا عندي هنا 4 اكس 2 دبل دوت بلس 4000 اكس 2 ماينس 4000 اكس 1 ايكوال 0، والمعادله دي رقم 2. نبدا نحط الكلام ده في صوره الماتريكس فورم. فانا زي ما قلنا ان احنا عندنا ام في الاكس دبل دوت بلس كي اكس بلس سي اكس دوت، طبعا ما عندناش سي، فيبقى الترم بتاع الدامبنج، الدامبنج ماتريكس هتبقاش موجوده. فانا عندي هنا السيستم بتاعي يبقى بالشكل ده، طبعا ده الاكس دوت اكس دبل دوت زائد الترم التاني ده اللي هو هيبقى الستيفنس مضروبة في اكس 1 واكس 2 بيساوي الفورس. طبعا الشغل ده بسيط وسهل، لكن بنحتاجه بعد كده عشان زي ما قلنا ان احنا نجيب الكاركترستكس بتاعه السيستم نفسه. طيب عندي هنا اول ترم ده هيبقى مضروب في اكس 1 دبل دوت اكس 2 دبل دوت، وهنا اكس 1 واكس 2 طبعا ده الفورس. بالنسبه للمعادله الاولانيه اكس 1 دبل دوت مضروبه في ايه؟ اكس 1 دبل دوت مضروبه في 3، طب اكس 2 دبل دوت مضروبه في ايه؟ في 0. طيب اكس 1 6000، طب اكس 2 ماينس 4000، طب في فورس؟ لا، يبقى بزيرو. نيجي بقى للايكويجن الثانيه، اكس 2 دبل دوت مضروبه في ايه؟ اكس 1 دبل دوت مضروبه في 0، اكس 2 دبل دوت مضروبه في ايه؟ في 4، اكس 1 مضروبه في ماينس 4000 واكس 2 مضروبه في 4000، طب في فورس؟ لا. الترم الاولاني ده او المضروب في الاكس دبل دوت ده بسميه ماس ماتريكس، الترم اللي هو مضروب في الاكس ده بسميه الستيفنس ماتريك، الترم ده هو مضروب في الاكس 1 واكس 2 ده بقى بسميه الستيفنس ماتريكس. بس كده، ده كده ايه المسألة بتاعتنا، كده عملنا المطلوب فيها. لما يجي صعب شوية الأمر هيبقى عندنا هنا ايه 3 ماسز، فخلاص بالنسبة لي الموضوع خلاص بقى، يعني خلاص بقى سهل بالنسبة لي، فهبدأ أكتب على طول إيه الإيكويجن بتاعتها. عندي هنا الماس الأولانية ماس M، وعندي هنا ماس تانية 3M، وعندي ماس تالتة 2M. الماس الاولاني قال ان هو بيتحرك باكس 1، طيب وهيبقى عندي هنا الفورس، اول حاجه الفورس اللي هنا اتحرك ايه؟ كي اكس 1، طب وهنا سي اكس 1 دوت، طبعا هنا هيبدا يظهر معانا الترم بتاع السي، طب وهنا هيبقى عندي 2 كي
مضروبة في مين بقى؟ في relative motion ما بين x1 و x2، فنقول x1 minus x2. طب وهنا هيبقى عندي مين؟ 2c في نفس الكلام بس دوت x1 دوت minus x2 دوت. طب لما نيجي بقى نشوف الماس الثالثة، الماس اللي هي ماس 3m، هيبقى عندي هنا بتتحرك ب x2، والحركة هيبقى في فورس هنا. أول حاجة الفورس اللي هنا هتبقى قيمتها قد ايه؟ هتبقى 2k، وطبعا دي ما بينها وما بين الحيط، فيبقى هنا ايه؟ x1، وهنا هيظهر عندي 2k مضروبة في الفرق ما بين x2 ماينس x1، وعندي هنا الفورس اللي هنا هتبقى ايه؟ 2c مضروبة في x2 دوت ماينس x1 دوت. طيب هنا بقى الترم اللي هنا ده هيبقى ايه، او ال قيمة الفورس اللي هنا هتبقى ايه؟ 2k مضروبة في مين؟ في relative motion بين x2 minus x3، وهنا هيبقى عندي c في x2 dot minus x3 dot. نيجي بقى اخر ماس، احنا قلنا دي بتتحرك ب x3، طبعا مفيش فورس في الناحية اليمين. الناحية الشمال بقى هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي 2k مضروبة في x3 minus x2، وعندي هنا ايه؟ c مضروبة في x3 minus x2، بس طبعا هيبقى دوت. خلاص كده يا شباب، نبدأ نكتب بقى ايه؟ نكتب الايكويجن بتاعتهم. دي طبعا ماس 1، ودي ماس 2، ودي ماس 3. لما نيجي نابلاي بقى، هنابلاي سكند لو اوف نيوتن. هتقول بقى سميشن الفورس بيساوي ام اكس دبل دوت. ام في اكس دبل دوت. يلا اكتب بقى الكلام ده. يبقى عندي ايه؟ اول معادله فور ماس 1 للماس الاولانيه، هيبقى عندي ايه؟ جمع اول حاجه الام اكس 1 دبل دوت، الكام ده هيساوي ماينس كي اكس 1 ماينس سي اكس 1 دوت ماينس 2 كي في اكس 1 ماينس اكس 2 ماينس 2 في السي في اكس 1 دوت ماينس اكس 2 دوت. جمع بقى ايه؟ جمع كل الحاجات دي اكس 1 لوحدها اكس 2، يبقى انا عندي هنا ام اكس 1 دبل دوت زائد مين مضروب في الاكس 1 دوت؟ عندي هنا سي وعندي هنا 2 سي، يبقى 3 سي مضروبه في اكس 1 دوت. طب مين مضروب في الاكس 1؟ عندي هنا 2 كي وعندي هنا كي، يبقى زائد 3 كي اكس 1. طب اكس 2 دوت اكس، طبعا دايما لما بتيجي تتكلم على ماس 1 فهتلاقي الاكس بتاعتها بوزيتيف وباقي الحاجات ايه؟ هتلاقي اكس 1 هي البوزيتيف واكس 2 واكس 3 نيجاتيف، وبعد كده لما تيجي تتكلم على ماس 2 هتلاقي اكس 1 نيجاتيف واكس 3 نيجاتيف، لكن اكس 1 اكس 2 هي الايه؟ اللي بوزيتيف، وهكذا. يبقى انت لما تيجي تتكلم على حاجه الماس اللي انت عندها هتطلع الترم اللي قصادها يبقى يطلع بوزيتيف، وباقي الترمز كلها تطلع ايه؟ تطلع بنيجاتيف. يبقى انا عندي هنا خلاص طلعت ام في الاكس 1 دبل دوت، اجيب بقى الاكس 2، اكس 2 هتطلع نيجاتيف صح؟ لان هي انت عندك لو انت حطيت ابلاي للايكويجن نفسها ماينس 2 كي في ماينس اكس 2 نيجاتيف بوزيتيف، هتروح الناحيه الثانيه هتبقى ايه؟ نيجاتيف. يبقى اول حاجه في الاكس 2 برضه اكس 2 دوت، يبقى عندي اول حاجه ماينس 2 سي اكس 2 دوت، وهنا ماينس 2 كي اكس 2. كده كتبت الايكويجن بتاعتي، هسمي المعادله دي رقم 1. المعادله الثانيه نبدا نتكلم فور ماس 2. فور ماس 2 اللي هي الماس اللي هي ايه؟ اللي هي 3m. يبقى انا عندي 3m في الاكس 2 دبل دوت، الكلام ده هيساوي ماينس 2
كي اكس 1 ماينس 2 كي اكس 2 ماينس اكس 1 ماينس 2 في سي في اكس 2 دوت ماينس اكس 1 دوت ماينس 2 كي في اكس 2 ماينس اكس 3 اكس 2 اكس 3 ماينس سي اكس 2 دوت ماينس اكس 3 دوت. هنجمع بقى الحاجات اللي فيها اكس 2 والحاجات اللي فيها اكس 1 والحاجات اللي فيها اكس 3 كل واحده لوحدها. يبقى اول حاجه نبدا نقول هنبدا نحط اكس 1، فالاكس 1 احنا قلنا بنتكلم على ماس 2 او اكس 2 فهتطلع هي نيجاتيف، هتطلع اكس 2 هي اللي بوزيتيف واكس 1 هي اللي نيجاتيف. فهنجمع اول حاجه اكس 1. في عندي حاجه مضروبه في اكس 1 دوت؟ عندي هنا ماينس 2 سي ماينس 2 سي اكس 1 دوت. طب هل في حاجه مضروبه في اكس 1 فقط؟ عندي ماينس 2 كي في اكس 1 زائد اكس 1، لا دي اكس 2 دي هتتضرب في اكس 2 لان هي الحركه بتاعتها مرتبطه باكس 2 مش مرتبطه باكس 1، يبقى هنا برضو هتبقى ايه اكس 1 اكس 2. نكمل. يبقى انا عندي هنا ماينس 2 سي في اكس 1 دوت. طيب وعندي ايه تاني مضروب في اكس اكس 1 بقى؟ اكس 1 ماينس 2 كي في اكس 1 يبقى عندي ماينس 2 كي اكس 1 كده خلاص اكس 1. نيجي بقى لاكس 2. اول حاجه نبدا بيها اكس 2 دبل دوت، وطبعا زي ما قلنا اللي هي ايه هتبقى بوزيتيف، فانا عندي هنا 3 ام اكس 2 دبل دوت. طيب اكس 2 دوت مضروبه في مين؟ اكس 2 دوت مضروبه في 2 سي، وهنا عندي سي يبقى 3 سي اكس 2 دوت. طب والاكس 2 بس؟ عندي هنا ماينس 2 كي وماينس 2 كي يبقى عندي ماينس 4 كي، ماينس 4 كي وعندي هنا ماينس 2 كي يبقى ماينس 6 كي، يبقى هنا لما تروح الناحيه الثانيه بلس 6 كي اكس 2 ناقص اكس 3 بقى. في عندي اكس 3 دوت، في اكس 3 دوت في واحده هنا يبقى ماينس سي اكس 3 دوت. طيب وبالنسبه ل اكس 3 بس، اكس 3 مضروبه في الترم ده ماينس 2 كي اكس 3. الكلام ده طبعا مفيش فورس بيساوي زيرو، وهسمي المعادله دي رقم 2. تمام. طيب هنيجي بقى الماس 3 4 ماس 3 ماس 3 ادي الماس اهي، ناخدها بس عشان بس نطلع وننزل اهي. فور ماس 3 عندي 2m في x 3 دبل دوت هيساوي اول حاجه ماينس 2k مضروبه في x 3 ماينس x 2 ماينس c في x 3 دوت ماينس x 2 دوت. في حاجه تاني؟ بس كده جمع لي ال x 3 وحدها وال x 2 وحدها وال x 1 لوحدها. يبقى انا عندي اول حاجه ال x 1، هل x 1 مضروبه في حاجه؟ لا. طيب x 2 بقى، x2 دوت مضروبه في c يبقى ماينس c في x2 دوت. زي ما قلنا برضو ان احنا بنيجي نتكلم على x2 وx1 هتلاقيهم هما نيجاتيف، لكن x3 هي اللي ايه بوزيتيف، وده برضو من المعادلات. يبقى ماينس x2 دوت ماينس 2k x2. نيجي بقى ايه لل x3 يبقى زائد 2m x3 دبل دوت زائد c مضروبه في x3 دوت زائد 2k مضروبه في x3. تمام كده. ودي طبعا المعادله رقم 3. هنبدا نكتب بقى الماتريكس فورم بتاعت ال 3 ايكويشنز، ممكن نجيبهم جنب بعض.
the differential equation in matrix form. طبعا انت عندك هنا هيظهر عندك ايه اول طبعا هنا انت عندك ماس 1 وماس 2 وماس 3، فهتطلع معادله 3 في 3 تمام. فهيظهر عندنا هنا الماتريكس الاولانيه بتاعت الكي مضروبه في الاكس دبل دوت. طبعا الشكل ده هيتكرر معانا 3 مرات، فهناخده كده معانا زائد ديال الدامبنج ماتريكس زائد الستيفنس ماتريكس. الكلام ده طبعا بيساوي ايه في النهاية؟ بيساوي الفورس. فورس ماتريكس طبعا هنا اكس 1 دبل دوت اكس 2 دبل دوت اكس 3 دبل دوت. هنا هيكون عندي ايه اكس 1 اكس 2 اكس 3 دوت طبعا، وهنا اكس 1 اكس 2 اكس 3 وطبعا دي فورس. نيجي بقى للمعادله الاولانيه. المعادله الاولانيه هل ايه المضروب في الاكس اكس دبل دوت؟ هو ام 1 او ام في اكس 1 دبل دوت. يبقى انا عندي اكس 1 مضروبه في ام والاكس 2 0 والاكس 3 0، ده بالنسبه لاكس 3 دبل دوت طبعا. طب نيجي للترم اللي بعده، اكس 1 دوت مضروبه في ايه؟ 3 سي. طب واكس 2 دوت 2 سي اهو هنا وهنا تمام. طب في اكس 3؟ لا طبعا الكلام ده بيساوي صفر. في اكس 3؟ لا. يبقى انا عندي هنا ايه 2 سي اكس 1 دوت 2 سي اكس 2 دوت، والترم التالت هيبقى ايه بالنيجاتيف طبعا اكس 2 دوت، هي طلعت بالنيجاتيف. طيب نيجي بقى لاكس 3. اكس 1 اكس 1 مضروبه في 3 كي، اكس 2 مضروبه في ماينس 2 كي. طب اكس 3 0، يبقى انا عندي هنا 3 كي 3 كي ماينس 2 كي في اكس 3 في 0، والفورس طبعا هنا 0. دي كده اول صف في الماتريسيز بتاعتي. نيجي بعد كده الايكويشن الثانيه، اكس اكس 1 دبل دوت مضروبه في حاجه؟ لا، يبقى هنا 0. اكس 2 دبل دوت مضروبه في ايه؟ في 3 ام، يبقى هنا عندي 3 ام. اكس 3 دبل دوت مضروبه في حاجه؟ لا. اكس 2 اكس 1 دوت اكس 1 دوت مضروبه في ماينس 2 سي، اكس 2 دوت مضروبه في 3 سي، اكس 3 دوت مضروبه في ماينس سي. طيب اكس 1 اكس 1 مضروبه في ماينس 2 كي، اكس 2 مضروبه في 6 كي، واكس 3 مضروبه في ماينس 2 كي، وطبعا هنا 0. المعادله اللي بعدها اكس 1 دبل دوت مضروبه في 0، اكس 2 دبل دوت مضروبه في 0، اكس 3 دبل دوت مضروبه في 2 ام. طيب اكس 1 دوت اكس 1 دوت 0، اكس 2 دوت ماينس سي، اكس 3 دوت سي. طيب الايكويشن اللي بعدها اكس 1 0 اكس 2 ماينس 2 كي اكس 3 اكس 3 2 كي. طبعا الفرصة عندي هنا ايه؟ 0 تمام كده. يبقى انا زي ما قلنا ان انت اول ماتريكس هنا دي اللي هي الماس ماتريكس، تاني ماتريكس بالنسبة لنا هنا هي الدامبنج ماتريكس، وآخر ماتريكس اللي هي الستيفنس ماتريكس.
طبعا في حاجة زي ما قلت له يعني عايزين ناخد بالنا منها، ان هو ممكن يجي يقول لك في الامتحان هات لي الاستيفنس ماتريكس، هو مش عايز منك حاجة غير الاستيفنس ماتريكس، او عايز منك الماس ماتريكس، تمام؟ فهو بتجيب له بس الايه الجزء ده بس. طيب هننتقل بقى لنوع تاني من انواع السيستمز، الا وهو الروتيشنال سيستم. الروتيشنال سيستم زي ما قلنا في اول الفيديو ان هو عبارة عن ايه، ان هي عبارة عن جير، والجير ده طبعا بيبقى موجود على شافت، والشافت ده لما بنبدأ نعمل له موديلنج هو بيبقى عبارة عن ايه، دامبنج او ستيفنر، دامبر او ستيفنر، تمام؟ فهنبدأ نكتب برضو، بس طبعا هنا لما بنيجي نابلاي الايكويجن بتاعتنا بيبقى ايه، بنابلاي سكند لو اوف نيوتن للمومنت اوف انيرشيا، سوري للروتيشنال سيستم. فبتقول ان انا عندي هنا سميشن المومنت بيساوي الجي في السيتا دبل دوت. فانا عندي هنا اول حاجه لما نيجي نتكلم على الجي الاولانيه هنكتب برضو الفري بادي دايجرام بتاعه. اول حاجه الجي الاولانيه هخليها بس ايه، هنرسمها 2 دي، وادي عندي هنا جي 1 وبتدوب بسيتا 1، وكمان عندي هنا التورك اهو، التورك اللي هنا ده تورك تي اوف تي. مين بقى اللي هيقاوم؟ المقاومة هتجيلي من الدامبنج او من الدامبر ده ومن الكي دي. فهنحط بقى قوة دورانية معاكسة هنا وقوة دورانية معاكسة تانية هنا. بالنسبة للدامبنج اللي هو دي 1 هيبقى مضروب في مين؟ في سيتا 1، لان هو بينه وما بين الحيطة سيتا 1 دوت. طب وبالنسبه للك، الك هتبقى محصوره ما بين اكس 1 سيتا 1 وسيتا 2، فهيبقى عندي هنا سيتا 1 ماينس سيتا 2. ده بالنسبه للفري بادي دياجرام للجي 1. طب بالنسبه للجي 2 ادي جي 2 اهي، هيبقى عندي هنا برضو جي 2، في عندي هنا دوران في اتجاه سيتا 2، وهيبقى عندي مقاومة أول حاجة في كي، كي دي محصورة ما بين اكس 2 سيتا 2 سيتا 1، يبقى كي مضروبة في سيتا 2 ماينس سيتا 1. طب وفي حاجة تانية بالنسبة لجي 2، في دامبر موجود من الناحية التانية، يبقى أنا عندي هنا دي 2 مضروبة في الريلاتيف موشن ما بين سيتا 2 وسيتا 3، يبقى سيتا 2 دوت ماينس سيتا 3 دوت. طب اخر حاجة بقى جي 3، نبدأ برضه نرسمها تاني. ادي عندنا جي 3، وجي 3 بتتحرك في الاتجاه سيتا 3، فينشأ هنا مقاومة ليها في الاتجاه ده. اول حاجة دي 2 مضروبة في سيتا، دي 2 محصورة ما بين سيتا 2 وسيتا 3، يبقى سيتا 3 دوت ماينس سيتا 2 دوت. وعندنا هنا هيبقى الايكويجن التانية هتبقى دي 3 مضروبة في سيتا 3 دوت، تمام كده؟ طيب بالمناسبة في حاجة بس عايز اقولها هنا في المعادلة الأولانية، ان احنا عندنا الماتريكس دي لما تكون الدياجونال بتاعها او هي سيمتريك ماتريكس بنسميها بروبورشنال ماتريكس. فلو عندي هنا لو بصينا على الماتريكس بتاعت الماس ماتريكس هتبقى عندنا هنا ام 3 ام 2 ام، وعندنا سيمتريك حوالين دياجونال، وهنا 2 سي 3 سي سي، وعندنا سيمتريك حوالين دياجونال، وهنا 3 كي 6 كي 2 كي وسيمتريك حوالين دياجونال. دي كده بالنسبه لي بتبقى بروبورشنال سيستم ده كده بروبورشنال، تمام؟ بروبورشنال يعني في علاقه ما بين ماس 1 وماس 2 وماس 3، بتبقى علاقه اقدر اجيبها يعني من يعني اقدر اجيب الحركه بتاعت ماس 1 وماس 2 وماس 3 من بعض، ويبقى في حركه بروبورشنال ما بين بعض، ما بينهم وما بين بعض يعني، تمام؟ طيب نرجع بقى للمساله دي. بعد ما رسمنا فيه بودي دياجرام هنكتب الايكويجن اوف موشن.
فانا عندي هنا اول حاجه او differential equation عندي. انت لما هتيجي تابلاي second law of newton هتقول summation summation المومنت بيساوي جي في السيتا دبل دوت. طبعا هنا بنتكلم على المومنت اللي هو التورك بالنسبه لنا. فانا اول حاجه فور جي 1، يلا اكتب. عندي اول حاجه التي اوف تي ماينس دي سيتا 1 دوت ماينس كي سيتا 1 ماينس سيتا 2 بيساوي مين بقى؟ بيساوي جي 1 في السيتا 1 دبل دوت. جمع لي سيتا 1 دبل دوت، يبقى انا عندي هنا جي 1 سيتا 1 دبل دوت زائد دي سيتا 1 دوت زائد الكي في السيتا 1 ناقص سيتا 2 مضروبه في مين؟ الكي في السيتا 2 وفي السيتا دوت. تمام، الكلام ده بيساوي تورك اوف تي. هسمي المعادله دي رقم 1 فور جي 2. دي جي 2 هقول ايه بقى؟ هتقول ان انا عندي ادي جي 2 اهو، يبقى عندي اول حاجه جي 2 او ماينس كي في سيتا 2 ماينس سيتا 1 ماينس دي 2 في سيتا 2 دوت ماينس سيتا 1 سيتا 3 دوت بيساوي جي 2 في السيتا دبل دوت سيتا 2 دبل دوت. تمام، يبقى انا عندي اول حاجه السيتا 1 مضروبه في ماينس كي سيتا 1 في حاجه سيتا 2 سيتا 1 دوت لا زائد جي 2 في سيتا 2 دبل دوت زائد مين مضروب في سيتا 2 دوت دي 2 في سيتا 2 دوت زائد كي في سيتا 2 في حاجه تاني ناقص السيتا 3 مفيش غير هي دي 2 سيتا 3 دوت. وهسمي الكلام ده طبعا بيساوي صفر، وهسمي المعادله دي رقم 2. المعادله اللي بعدها اللي هي جي 3 هيبقى عندي هنا 4 جي 3. اول حاجه عندي ماينس دي 3 سيتا دوت، يبقى ماينس دي 3 سيتا 3 دوت. وعندي ماينس دي 2 في سيتا 3 ماينس سيتا 2 دوت، يبقى ماينس دي 2 في سيتا 3 دوت ماينس سيتا 2 دوت. الكلام ده بيساوي جي 1 او جي 3 في سيتا دبل دوت سيتا 3 دوت دبل دوت. جمع بقى، ما عندناش طبعا سيتا 1، عندي سيتا 2 بماينس دي 2 سيتا 2 دوت. الكلام ده زائد جي 3 في سيتا 3 دبل دوت زائد دي 3 ودي 2، يبقى انا عندي هنا دي 3 زائد دي 2 مضروبه في مين؟ في سيتا 3 دوت بيساوي 0. ودي المعادله رقم 3. تمام، نبدأ بقى نكتب نكتب بقى الماتريكس فورم بتاعتنا. فأول حاجة عندنا طبعا احنا عندنا المعادلة دي هتظهر في 3 في 3 طبعا زي ما احنا عملنا قبل كده. هيظهر عندي هنا الترم الأولاني اكس 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 دبل دوت، الترم الثاني هيبقى اكس دوت، الترم التالت هيبقى اكس، وبعد كده عندنا فري element بيساوي فري element اللي هو التورك او التورك في الحالة بتاعتنا دي. دي هتبقى اكس و سيتا سيتا 1 دبل دوت
ثيتا 2 دبل دوت ثيتا 3 دبل دوت. عندي هنا ثيتا 1 دوت ثيتا 2 دوت ثيتا 3 دوت. هنا ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3. بالنسبة للمعادلة الأولانية ثيتا 1 دبل دوت مضروبة في جي 1، ثيتا 2 دبل دوت 0، ثيتا 2 3 دبل دوت 0. ثيتا 1 دوت في المعادلة الأولانية ثيتا 1 دوت مضروبة في دي، ثيتا 2 دوت 0، ثيتا 3 دوت 0. ثيتا 1 في المعادلة الأولانية ثيتا 1 مضروبة في الكي، ثيتا 2 ماينس كي، ثيتا 3 0. وعندي طبعا التي الفورس هي تي اوف تي. نيجي المعادلة اللي بعدها ثيتا 2 دبل دوت مضروبة ثيتا 1 دبل دوت مضروبة في 0، ثيتا 2 دبل دوت مضروبة في جي 2، ثيتا 3 دبل دوت مضروبة في 0، ثيتا 1 دوت ثيتا 1 دوت مضروبة في دي 2، ثيتا 2 دوت ثيتا 1 دوت مضروبة في 0، ثيتا 1 دوت مضروبة في 0، ثيتا 2 دوت مضروبة في دي 2. تمام. طبعا دي دي 1 دي 1 دي 1 فدي هيبقى دي 1. نيجي بقى لثيتا 3 دوت، ثيتا 3 دوت مضروبة في مين؟ ثيتا 3 دوت في المعادلة الثانية طبعا ثيتا 3 دوت مضروبة في ماينس دي 2. طيب ثيتا 1 في المعادلة الثانية ماينس كي، ثيتا 2 مضروبة في كي، ثيتا 3 0. وطبعا مفيش فورس. المعادلة الأخيرة هيبقى عندي ثيتا 1 دوت مضروبة في 0، ثيتا 1 دبل دوت مضروبة في 0، ثيتا 2 دبل دوت مضروبة في 0، ثيتا 3 دبل دوت مضروبة في جي 3. هنا المعادلة دي ثيتا 1 دوت مضروبة في 0، ثيتا 2 دوت ماينس دي 2، ثيتا 3 دوت مضروبة في دي 2 دي 3 ماينس دي 2 بلس دي 2. يبقى أنا عندي هنا دي 3 هنا دي ماينس دي 3 بلس دي 2. بالنسبة لثيتا 1 0، ثيتا 2 0، ثيتا 3 0. والفورس عندي هنا ايه؟ 0 زي ما احنا قلنا. طبعا في هنا زائد جنبيهم، وزي ما احنا قلنا قبل كده ان انت عندك الترم الاولاني ده اللي هو المضروب في ثيتا دبل دوت هو ده الماس ماس ماتريكس، او في الحاله دي هيبقى المومنت في انرشيا ماتريكس. الانرشيا ماتريكس وبالنسبه للترم الماتريكس دي هتبقى بالنسبه لنا اللي هي مين؟ الدامبنج ماتريكس. وبالنسبة للتالتة دي اللي هي مين؟ ستيفنس ماتريكس. تمام كده يا شباب. بس كده هو الموضوع سهل وبسيط مفيش أي حاجة. هو مجرد بس إن أنت بتتمرن أو بتحل أكتر. تمام شكرا.